مهرجان الأقصر في دورته الثالثة عرض فيلم قط وفار للكاتب الكبير وحيد حامد ومن إخراج تامر محسن، وأقام عرض خاص للفيلم في قصر ثقافة الأقصر وسط حضور جماهيري كبير جدا. كاميرا على وجود حضرة العرض الخاص في الأقصر والندوة اللي اتعملت بعد العرض. تعالوا نشوف كواليسنا الخاصة للندوة والفيلم. بشكركم جدا، انا كنت جاي علشان اعرف رايكم في الفيلم، كان هاممني جدا رايكم في الفيلم. الفيلم ده ابتدى يتعرض في السينما يوم الاربعاء اللي فات، احنا سبناه وفضلنا نيجي هنا علشان نستنى يوم العرض ده ونعرف رايكم. فاشكركم جدا ان القاعه مليانه وحاسس ان الفيلم عجبكم، ف متشكرين يعني. يا رب يكون الفيلم عجبكم. متشكر جدا جدا للاحتفاء دوت، وانا سعيد جدا لانه الفيلم موجود دلوقتي في المهرجان وفي البلد الجميله ديت، واتمنى يكون هو عجبهم يا رب. بطل الفيلم محمد فراج ومخرجه تامر محسن حضروا عرض قط وفار والندوه، وكانوا سعداء جدا بالترحيب اللي شافوه من الجمهور. عربوت قابلتهم في اللقاء ده، يلا نشوف. انا مبسوط جدا لان اصلا اول مره اجي الاقصر على ايد الفيلم، يعني هو لسه نازل في القاهره من يومين ثلاثه، وعرفت من شركه الانتاج انه مشارك في فعاليات المهرجان الاقصر، فانبسطت جدا وجيت المهرجان انا والاستاذ تامر، وكان المفروض استاذ محمود حميده يكون موجود بس حصلت له ظروف في الشغل يعني فاضطر ما ينفعش يجي. اهل الاقصر يعني عايز اقول لك انه الاحتفاء بيهم كان يعني انا لما باجي اتكلم مع واحد من هنا لا الدم الخفيف والابتسامه القمر اللي على وشهم ديت واللون الاسمر الجميل بضحكتهم بطريقتهم في التعامل باللغه اللكنه بتاعتهم، لا يعني في حته كده مش يعني زي الصعيد زي الفلاحين زي يعني فاهم، كل حته ليها التراديشنز بتاعتها. انا مبسوط وانا موجود في البلد. بالنسبه لي الفرق انه انا بتوجه لنوع من الجمهور جايز يكون الفيلم مش متاح في سينماته في اقصى صعيد مصر، واعتقد ان الجمهور هيكون جمهور صادق جدا جدا لانه شغوف بمشاهده الافلام، مش هيجامل، ما عندوش سبب ان هو يجامل في الفيلم. الفرق بين عرض زي ده والعرض الخاص في القاهره ان العرض الخاص رغم اني سمعت كلمات من المديح كثيره عن الفيلم والاعجاب الا اني طول الوقت بحطها احيانا في منطق المجامله، يعني العرض الخاص يتحمل شيء من المجامله، لكن الجمهور الحقيقي رايه يهمني اكتر. يعني انا كان عندي رؤيه من اول لحظه عرضتها على الاستاذ وحيد حامد فيما يخص تناول الفيلم، والحقيقه ان الرؤيه دي من اول لحظه هو اقتنع بيها ووافق عليها، وفي الرؤيه دي كان هيحصل تغيير جذري في شكل الفيلم، بمعنى انه شفت الفيلم وكانه فيلم كرتون بس بيمثلوه ناس حقيقيين كانه توم اند جيري، وهو اقتنع بالفكره وعملنا اسم مؤقت قط وفار، كان اليق حاجه ان يكون صراع ما بين قط وفار، وقلنا هندور على اسامي تانية. والحقيقه ان طول الرحله ما لقيناش فيلم بيعبر اسم بيعبر عن الفيلم اكتر من قط وفار ورسينا عليه في الاخر. الناقد الكبير علي ابو شادي كان ليه ملاحظات مهمه جدا على فيلم قط وفار وابطاله، خصوصا محمد فراج واللي شاف انه اتاثر في ادائه بجيم كاري، وكمان كان ليه ملاحظات على سوزان نجم الدين ونهايه الفيلم. تعالوا نشوف قال ايه. احنا قدام فيلم لايت كوميدي، يعني كوميديا خفيفه لطيفه ظريفه، ما بتدعيش اكتر من اللي بتعمله، بتحاول تقدم صورة ربما تكون يعني فيها ساركازم عموما أو فيها قدر من المبالغة في التعبير عن اللحظة. المساحة اللي فيها المبالغة ربما تعجب البعض وربما ما تعجبهمش، لأنه أنت بتتعامل مع المشكلة بتيجي من وحيد حامد والمجموعة اللي معاه، إنك أنت شايف إنه لازم يعملوا فيلم شديد الجدية وشديد كذا وشديد كذا. أنا بعتقد إن أنا قدام فيلم لايت كوميدي لطيف طريف بيقدم رسالة يعني ضمنية جواه، بيعمل سخرية شديدة جدا من اعتراضي شوية صغيرة على الفينال النهاية، يعني كانت ممكن تكون أفضل من كده لأنها كان فيها
قدر من المبالغه الزائده او التصرف انه بعد ما بتشوف انت الصحف خلاص فيلم بينتهي يعني. لكن يعني بعض المؤلفين والمخرجين بيبقوا عندهم عايز يحط نقطه او فرستوب بعد عشان للمشاهد. انا بعتقد ان المساله دي شويه هي انما الناس اشتغلت على قد يمكن محمد فراج. كنت اتمنى ان محمد فراج يعني ما يبقاش منشغل قوي بجيم كاري يعني الى حد ما، بس هو في حدود دوره، في حدود البتاعه دي، التصرف بتاعه كان الى حد كبير موفق فيه. لكن هو فكره ان معاه ان في ذهنه هو في مؤخره دماغه جيم كاري بالطريقه بتاعت نظره عينيه بحركه وشه بكذا، ساعده كمان على الاخراج انه الكلوزات اللي كان بيعملها في الصوره المشوهه للوش باقتراب الكاميرا الشديد بتبقى شويه يعني مزعجه لانه بجيم كاري يعني. لكن الدور نفسه يمكن محمود حميده مش جديد عليه اللي هو بيعمله يعني. لكن لو انت جيت حسبت سوزان نجم الدين انا كنت افضل ممكن تكون نجمه اخرى تستطيع انها تلعب الدور ده. وانا في تصوري وانا مش المخرج والفيلم خلص انا كنت بتمنى ان يكون لبلبه هي اللي بتعمل هذا الدور، ربما كانت بقت اكثر توفيقا. مش ده مش معناه ان سوزان نجم الدين وحشه. نظم الصالون الثقافي بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافه ندوة ثقافية للعازف والموسيقي الشهير نصير شمة بمناسبة توقيع كتابه إشراق. والكتاب ده بحث في تجربة نصير شمة الموسيقية والإنسانية وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور. تعالوا نشوف جزء من الندوة والحفل. الآن في ضيافة الفنان الكبير الأستاذ نصير شمة، وأرحب بالحضور الشاب والنسائي، وهذا ميزة لابد أن الأستاذ نصير قد جذب هذا العنصر الشاب والسيدات والآنسات الحاضرات معنا اليوم، فأهلا وسهلا بكم. أنا سأتكلم قليلا عن الكتاب الذي أتيح لي أن أقرأ بعض فصوله وأن أتحدث عن الأستاذ نصير شمة، لأننا لا نستطيع أن نفصل بين هذا الكتاب الذي نجتمع اليوم لإحياء مناسبة نزوله إلى الأسواق، ولا نستطيع أن نفصل هذا الكتاب والمقالات التي يحتويها عن شخصية نصير. هو كتاب عن الموسيقى، كتاب عن الفن وتطوره، ولكنه كتاب في النهاية تمحور حول نصير شمة. وهذا طبعا أمر مفهوم، لأننا حين نتكلم عن نصير شمة فإننا نتكلم ليس فقط عن موسيقي وعازف عود، ولكن نحن نتكلم عن ظاهرة إذا جاز التعبير. ولكن أيضا نصير شمة أسمح لنفسي بالقول بأنه قد أصبح اليوم أيقونة العود العربي وأيقونة الموسيقى العربية. طبعا حضر الندوة نصير شمة والسفير اللبناني خالد زيادة والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من محبي نصير شمة. كاميرا عرب وود قابلت الموسيقار نصير شمة واتكلمنا معاه عن الكتاب وتفاصيله وعن مشروعاته الجديدة خلال الفترة اللي جاية. الكتاب يضم تجربتنا المتواضعة بكل اختلافاتها، بمحطات الدول المدن اللي عشت فيها، العمل اللي اشتغلت عليه طوال هذه السنين كلها من عمري من أنا طفل إلى اليوم. الكتاب راصد كل هاي التجارب وطرحها بشكل نقدي وتحليلي. هذا ربما أهمية هذا الكتاب كونه نوعي لكنه للناس للعامة وينفع لطلبة البحوث. كما يعني هناك كثير طلبة ماجستير ودكتوراه عملوا رسائل عني، آخرها ماجستير راح يقدم الأربعاء القادم في الزمالك في معهد الموسيقى. متعب العملية أنك تلتقي مع كل طالب دكتوراه وماجستير حتى تشرح له ويسألك. هذا الكتاب راح يسهل كثير في هذا الاتجاه كونه يعني مرجع يسمح للمريد أن يتعرف على هذه التجربة بمعظم تفاصيلها. الحقيقة الشاعر والناقد علي عبد الأمير هو صديق عمر، وهو كاتب حيادي من عندما يكتب. يعني أحيانا
ينتقدني وأنا أتقبلها بحب كبير، لأنه النقد هو اللي يصوب تجربة أي فنان. هو صاحب هذا المشروع واشتغل عليه سنين طويلة، الكتاب يعني 250 صفحة لعلي عبد الأمير و200 صفحة للصالون الثقافي اللي احتفى بتجربتنا من فترة. ففي كثير أشياء، في آراء مثقفين، في آراء مفكرين، في آراء لأعضاء الصالون الثقافي العربي اللي هم اليوم راح تشوفوا بعضهم الآخر مسافر اليوم للأسف. الحقيقة هو اعتمد على متابعة الدؤوبة طوال 30 سنة وأكثر، يمكن اعتمد على المقالات اللي هو كاتبها، رجع كتبها من جديد، عادها بشكل كتاب، اعتمد على كل تسجيلات السيديات اللي عنده وكتب براحته. أنا ما شفت الكتاب إلا مثل الناس لحد ما طلع، يعني ما كنت أحب يعني أوجه الكتاب، كنت أريده يطلع كتاب حقيقة نقدي حتى أنا أيضا أشوف نفسي من خلاله. بعدين كتاب جميل ومكتوب بلغة ممتعة جدا، والكتاب غير ممل على الإطلاق رغم حجمه الكبير. هو كتاب مشوق في تفاصيله لأنه كثير متنوع على حسب حياتي اللي هي فيها كثير أشياء متعددة. الجديد إن شاء الله عندنا أسطوانة قريبا تصدر اسمها 1 to 1، وهذه فيها تجربة جديدة إن شاء الله راح نقدمها، بالإضافة إلى عندي حفل في مدريد راح يكون في المسرح الوطني، التياترو ناسيونال، المسرح الوطني الإسباني، وعندي يعني هاي البيوت العود، عندنا الذكرى 16 لتأسيس بيت العود 16، راح تكون احتفال كبير دولي راح يكون إن شاء الله بالقاهرة، وكذلك احتفال ذكرى 7 لبيت العود في أبوظبي في هذا الشهر. عربوت كمان قابلت الأستاذ ممدوح زيد أمين الصالون الثقافي العربي اللي كشف لنا عن تحضيرات الكتاب وعن إصدارات الصالون. الكتاب بتاع ناصير شما صدر اليوم بعنوان إشراق. هذا الكتاب نتاج ندوة ثقافية أعداه الصالون الثقافي عن شخصية ناصير شما. تحدث في هذه الندوة كبار المثقفين والأدباء العرب والمصريين، كل واحد تحدث عن مشاعره وأحاسيسه وعن علاقته الشخصية مع ناصير شما وحكمه عليه، حتى نكون فكرة عن شخصية بتعتبر من أعلام العرب لعرضها على الشباب اللي يحتذوا بها كشخصية في موهبتها في الموسيقى. وده كان أسلوب من أساليب الصالون الثقافي، هي إعداد كتب شهرية بتصدر عن الشخصيات العامة والمميزة من أعلام العرب. وكده خلاص حلقتنا خلصت النهاردة معكم بسرعة جدا يا أميرة. فعلا استنونا بكرة في نفس الميعاد مع أخبار حصرية معايا أنا وفاروق. بكرة باي باي.